النهارده بتاعتي اللي هي التشيكن ثاي بونلس سكينلس اللي هي من غير عظم سيراميك جارليك باودر اونيون باودر هيل او حبهان ده المقدار اللي بحطه 7 سبايسز والسيزن تشيكن ده بجيبه من المكسيكان ستور النوع ده كويس ما فيهوش ام اس جي مش وحش وأورانجوس ده والتشيكن هي بمكس كل حاجة في الأورانجوس بحط حوالي كوبايتين أورانجوس بحط زيت اللي يحب يحط زبادي يحط بحط المكونات دي كلها وأقوم حاطة التشيكن عليها مارينيتد وبعد كده هوت على وقت الشوي بشويها ويتعمل معها رز وسلطة أو مكرونة وسلطة اللي حابب.